والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه. قال إذا تكلم بكلمة قالها ثلاثة، ما العلة؟ حتى تفهم عنه. وإذا سلم على قوم سلم ثلاثة. وجهه النووي رحمه الله وعني بذلك أمر السلام أن هذا محمول على جماعة كثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع من في مقدمة المجلس ولم يسمع من في وسطه ومن في آخره. فحديثنا عن إعادة الكلمة قال هنا علة حتى تفهم عنه، إذن يخالف ما ذكرنا من فائدة هذا الإطناب أو لا يخالف؟ لا يخالف، فإن من أوجه الإطناب إما التفهيم وإما التحذير أو ما شابه ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود كان عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلام فصل يفهمه كل من سمعه. يفهم من هذا أن طريقته في عرض كلامه طريقة عجلة أم رفق؟ رفق. وهذا يعود بنا إلى القاعدة التي ذكر عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولذا قال جابر رضي الله عنه كما عند أبي داود كان في كلامه عليه الصلاة والسلام ترتيل أو ترسيل،